وينضم إلينا مباشرة صالح العمقي أمين عام المجلس المحلي بحضرموت. مساء الخير السيد صالح، في البداية ما أهمية مهرجان نجم البلدة بالنسبة لمحافظة حضرموت وأهاليها؟ طبعا في البداية شكرا جزيلا لكم في قناة غدا المشرق. طبعا منذ صباح اليوم الباكر تدفقت عشرات الآلاف من أبناء المحافظة منتشرين في 4 أو 5 مديريات ساحلية، هي بروم والمكلا والشحر وغيل بوزير والريدة وقصيعر وأديس الشرقية. طبعا يتميز موسم البلدة بأنه موسم سياحي، في عز الصيف تكون فيه الأجواء باردة جدا. شملت فعاليات هذا المهرجان عدد من الفعاليات الفنية من الفلكلور الحضرمي، وأيضا عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية والتعريف بالعادات والمعارف البحرية لمدن ساحل حضرموت. طيب سيد صالح، يعني هل هناك أي قصص أو أساطير حضرمية ترتبط بهذا المهرجان، مهرجان البلدة السياحي؟ طبعا موسم البلدة أو مهرجان البلدة هو موسم خاص تختص به محافظة حضرموت، من خلاله تشتد برودة البحر ويستخدم في علاج العديد من الأمراض الروماتيزمية والعصبية، وفرصة لتفريغ الشحنات السلبية اللي موجودة في الإنسان. السلطة المحلية حرصت على تفعيل هذا الموسم من أجل تحريك الوضع العام في إطار المحافظة من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تحريك المؤسسات والإدارات الحكومية، والذي انعكس هذا من خلال الخدمات التي استطاعت أن تقدمها السلطة المحلية لكل زوارها. رغم الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد عامة، والوضع الاقتصادي الأصعب الذي يتجرعه أبناء المحافظة وأبناء جميع أبناء الوطن، حضرموت تبعث يوميا برسائل سلام إلى كل المجتمع، إلى كل العالم. حضرموت تواجة إلى الأمن، حضرموت تواجة إلى النظام، حضرموت تواجة إلى الدولة، حضرموت تواجة إلى الحياة، الحياة بكرامة. حضرموت وأبناء حضرموت هم المحرك الحقيقي والرئيس في الدفع وفي إرسال جميع الرسائل التي تبعث بالسلام إلى المجتمع الدولي. طيب سيد صالح، ما مدى التنسيق بينكم وبين الجهات الأمنية وكذلك الطبية لتلافي وقوع الحوادث في هذا الموسم؟ طبعا حرصت اللجنة المشكلة من قبل الأخ محافظ محافظة حضرموت على والمشرفة على مهرجان البلدة طبعا بالتنسيق الكامل والمتناغم بين أفراد القوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة الثانية، وأيضا بين الأجهزة الأمنية عامة، حيث دأب جهاز خفر السواحل الممتد من مديرية الريدة وقصيعر شرقا إلى مديرية بروم على انتشار كافة وحداته، خدمة لكل زوار حضرموت وكل مرتادي الشواطئ البحرية للتوعية، وليكونوا قريبين من الحدث لمساعدة كل أبناء المحافظة والزوار. وأيضا قام حرص خفر السواحل على إرسال رسائل توعية، ووضع بعض الإشارات الخاصة بالتوعية بالسماح في بعض المناطق وعدم السماح في المناطق الأخرى، وأيضا التوعية بمخاطر السباحة في الأماكن اللي فعلا فيها تيارات بحرية.
طيب الحديث عن الزوار سيد صالح، يعني ما هي الخدمات المقدمة للزوار الترفيهية وخاصة مع توافد العديد من المواطنين من خارج المحافظة؟ حرصت السلطة المحلية واللجنة المشرفة على مهرجان البلدة أن تقوم بعمل برنامج متواضع وفق الإمكانيات النظير للوضع الاقتصادي الذي تعيشه، على عمل برنامج متكامل يحتوي على عدد من الحفلات الفنية وأيضا عدد من الخيم الخاصة بالأسر المنتجة، عرض منتجات الأسر المنتجة، وأيضا عرض كثير من العادات والفلكلور الخاص بمحافظة حضرموت. أيضا حرصت على تنظيم والإشراف والرقابة على جميع وتأهيل بعض الفنادق من خلال اللقاء بكافة قطاع الفنادق في إطار المحافظة وتأهيلها لتقديم خدمة أرقى، وايضا لبث الحياه في قطاع مؤسسات الدوله من خلال تنشيط كافه المكاتب الحكوميه المختصه المتمثله في الاشغال، المتمثله في صندوق النظافه، المتمثله في الاجهزه الامنيه والعسكريه التي هي على الدوام في سند السلطه المحليه والمحافظه الحقيقه اولا وقبل كل شيء على امن واستقرار حضرموت، وتبعث رساله بعمليه التوائم الموجود بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية. طيب بماذا سيتميز موسم المهرجان هذا العام عن الأعوام السابقة؟ الموسم هذا العام يأتي بعد انقطاع فترة من الأعوام، تقريبا 3 أعوام، خاصة بعد ما جاء كورونا وما كان بعد كورونا، وأيضا نظير الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي كانت تعيشه المحافظة. إن شاء الله تكون السلطة المحلية قد استطاعت أن من تقديم برنامج إلى حد ما يكون مقبول وفق الإمكانيات المتاحة، واللي الذي سعت من خلاله إلى عمل بعض الحفلات الفنية، وأيضا عمل مسرح خاص بالعوائل والأطفال، من خلال أيضا ترتيب بعض الاحتفالات في مديريات الشحر وغيل بوزير. هذه الفعاليات تعكس موروث أبناء كل مديرية الخاص بها. نستطيع أن نقول أن يكون هذا العام إن شاء الله مهرجان إلى حد ما متكامل قدر الاستطاعة، وإن شاء الله سيكون العام القادم أفضل بكثير من هذا. طبعا نحن نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية التي استطاعت أن تتناغم مع هذا المهرجان، وأيضا نشكرهم على كل الجهد اللي بذلوه خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر، تكثيف الإمكانياتهم من أجل الاستعداد والظهور بهذا المظهر المشرق. أنا أشكرك على هذه المداخلة، كان معنا مباشرة من المكلا صالح العمقي أمين عام المجلس المحلي بحضرموت، شكرا جزيلا لك.